هو الحليب ديالنا كيجي رائع رائع رائع. بغيت تخليه بحالكم مزيان، بغيت تصفيه غيكون احسن. فهذه هي طريقه المشروب ديالنا اليوم، عباره عن حليب نباتي. هذا الحليب الاساس ديالو كيف ما تلاحظوا معايا هو حب العزيز، كيتسمى باللغه الفرنسيه سوشيل، اس او يو سي اش او تي، ولا امون دو تير. علاش لامون دو تير؟ بعد الغسل ديالهم غتلاحظوا الكميه ديال الاطربه اللي غتخلصوا منها. ضروري بالنسبه للسوشي تغسلوه بشكل جيد، لان كيف ما كتعرفوا الحليب فيه اللاكتوز، كيطلب انزيمات باش تهضم، وكيتخمر لنا داكشي في الماء في شهر رمضان. يبتعدوا من التمر، لان التمر فيه سكريات بسيطه كدير من الفواكه الجافه الرائعه. فكيف نقولوا شهر اباتير من دي جور، يعني اباتير من 10 ايام ابتداء، باش نحيدوا منه دوك الاطريه. من بعد هذا الحليب ديالنا كيجي رائع رائع رائع. بغيت تخليه بحالكم مزيان، بغيت تصفيه غيكون احسن. فهذه هي الطريقه. رحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، دائما مع الحصريات في قناه ديالنا. غادي نتكلموا على واحد الوصفه اللي كنظن ما عمرها دارت في شي قناه اخرى، وصفه لزياده الوزن، اكتساب الوزن، وصفه للتسمين بالدارجه اللي الناس كيطلبوها بشكل كثير، خصوصا في القناه ديالنا، في مجموعه من الاخوان والاخوات اللي كيطلبوا وصفات التسمين اللي تكون امنه امنه وفعاله بطبيعه الحال. حنا مقبلين على شهر رمضان، شهر العباده والصيام، شهر كريم اللي الكثير من الاخوان كيتخوفوا من فقدان الوزن، ولا الاخوات كيتخوفوا من المشكل ديال فقدان الوزن. فالاكثار من المشروبات بطبيعه الحال كتساعد بشكل كبير على الحفاظ على الوزن، ولا الزياده في الوزن، مع اتباع نظام غذائي ولا حميه غذائيه تكون صحيه، بعيده عن الدهون، بعيده عن الاكثار عن السكريات. كما تعرفوا شهر رمضان شهر العباده، فالكثير من الاخوان كيتعاطوا ولا كيتناولوا الحلويات السكريات بشكل كثير، الشيء اللي كيأثر عليهم بشكل كبير، وربما يؤدي بهم الاصابه بواحد المجموعه ديال الامراض. المشروب ديالنا اليوم عباره عن حليب نباتي. هذا الحليب الاساس ديالو كيف ما تلاحظوا معايا هو حب العزيز. حب العزيز ولا حب الزلم كنقولوا ليه بالدارجه ولا اللغه العربيه، كتسمى باللغه الفرنسيه سوشيل، اس او يو سي اش او تي، ولا امون دو تير. علاش لامون دو تير؟ جوز الارض، لانه يتم استخراج ديالو من باطن الارض. تقريبا هو كيشبه السنابل، غير ان الجذور ديالو ولا دوك لي غاسين ديالو كيكون فيهم هاد لي غران كما تلاحظوا معايا، وبالتالي خاص ضروري طريقه التنظيف ديالهم، تغسلهم جيدا. وبهذا الشكل كيف ما تلاحظوا بعد الغسل ديالهم غتلاحظوا الكميه ديال الاطربه اللي غتخلصوا منها. ضروري بالنسبه للسوشي تغسلوه بشكل جيد، ولكن عند الاستعمال ما تغسلوش قبل وتوضعوه في الثلاجه، لانه اكيد غادي يفسد. يعني الوقت اللي غادي تستعملوه على سبيل المثال مقدار نصف كاس، كتغسلوه بشكل جيد باش نتخلصوا من دوك لي ديشي ولا دوك الاطربه كيف ما غتلاحظوا معايا. بهذا الشكل كنغسلوه وكندوزو في واحد الصفايه باش نقيو، هذا هو الشكل ديالو بعد الغسل. فهنا ملي كنغسلوه اكيد غنتخلصوا من دوك الاتربه. هذا السوشي ولا الحب الزلم ولا لامون دو تير، سي ان تريزور بوغ نوتر سونتي، كتعتبر منجم ديال الفوائد، ديال لي فيرتو، ديال لي بيانفي. مزيان بالنسبه للزياده ديال الوزن، مزيان في الوصفات ديال التسمين، فالنتيجه ديالو كتبان بسرعه ومضمونه، خصوصا الى تناولناه واستهلكناه على شكل حليب، الشيء اللي غنوري لكم في حلقه اليوم. فحب الزلم ولا السوشي تستعمل منذ القدم، من عهد الفراعنه في العهد القديم، العهد المصري. علاش؟ فيه واحد المجموعه كبيره ديال لي مينيروز، منجم، بالاضافه لمجموعه كبيره من الفيتامينات، واللي جيد ان فيه واحد الكيمياء ديال لي فيبر اليمونتير بشكل كبير، كي اميليوري لو ترانزيت، يعني الخروج ديالنا، وبالتالي الجهاز الهضمي ولا الانبوب الهضمي، كي اوغمونتي لابيتي ولا كيزيد في الشهيه، كيفتح الشهيه، بلان دينيرجي، يعني مشروب طاقي بامتياز. فالحليب الحليب ديال السوشي ولا حب الزلم بحالو بحال الحليب ديال الارز لو غي، بحالو بحال الحليب ديال الصوجا، بحالو بحال الحليب ديال لاموند. بالمناسبه غادي نديرو مع التمر، غنديرو مع لاموند ولا اللوز. الحليب ديال السوشي ولا حب الزلم فيه واحد الطعم سكري، يعني كتلقى فيه طعم ديال السكريات، فيه البوتاسيوم، فيه لو فيغ، فيه الزنك، فيه الماغنيزيوم. لو الزنك اللي كنا هضرنا عليه، هذا المعدن اللي كتعتبر ثمين بالنسبه للرجال. فحب الزلم كيف ما قلنا ولا حب العزيز، فهو جد رائع بالنسبه للنساء وكذلك الرجال على حد سواء، فهو منشط جنسي قوي، خصوصا في الزنك اللي قلنا، ولا لو فيغ اللي كيعالج المشكل ديال يخفض من الحده ديال الفقر الدم. بالنسبه لي بروبريتي اللي فيه، كنلقاو فيه البروبيوتيك ناتوريل، يعني مزيان للانبوب الهضمي، مزيان للسيستم ديجيستيف، كيفاسيليتي لنا لا ديجيستيون، يعني الهضم، كيسهل عمليه الهضم. يمكن لك تناوله بطريقه اخرى. حب الزلم بالمناسبه الثمن الكيلو راه غالي، تقريبا كيسوى 150 درهم حتى 170 درهم. فاحسن طريقه انك تناوله على شكل حليب كيف ما غتلاحظ معايا في هذه الحلقه. يمكن لك كذلك تقوم بالطحن ديالو، تاخذ هذا لافارين ولا الدقيق ديال حب الزلم، وديرو على شكل حلويات، تضيف عليه لاموند، تزيد عليه البيض، تزيد عليه الزيت، وتخليه يطيب واحد 20 دقيقه في الفرن، تزيد عليه لانوازيت، تزيد عليه لاموند، فكيجي رائع رائع، سيرتو في شهر رمضان الكريم. فحب الزلم يمكن لك تصاوب على شكل حلوه، طحنه ديك لافارين كما قلنا، كتزيد عليها نوازيت البندق، تزيد عليها كذلك
لاموند ولا الفواكه الجافه ولا المجففه عموما، فهو جد جد رائع. طريقه تحضير ديال الحليب فهي جد بسيطه كما تلاحظوا معايا. طبيعه الحال غادي نحتاجوا الماء، العصائر في رمضان. واحد النصيحه نعطيها للاخوان والاخوات، فالعصائر بصفه عامه في رمضان من الافضل تقوم بالعصر ديال الفواكه ولا اي حاجه مع الماء ماشي مع الحليب، لان كما تعرفوا الحليب فيه لاكتوز كيطلب انزيمات باش تهضم وكيتخمر لنا داكشي في البطن. فكما تلاحظوا طبيعه الحال نغسلوا السوشي بشكل جيد، من بعد نزيدوا عليهم واحد ثلاثه الحبات ديال التمر، نحيدوا العلفه ولا التمره في حاله الناس اللي عندهم سكري ففي شهر رمضان يبتعدوا من التمر، لان التمر فيه سكريات بسيطه كدير كترفع لنا السكر بشكل فجائي. فكيف ما تلاحظوا جوج تمرات ثلاثه تمرات تمره واحده نضيفوها طبيعه الحال، فهذا العصير كيجي رائع، هذا الحليب كيجي رائع. ما نساوش كيف ما قلنا اللوز سواء من الفواكه الجافه الرائعه. فكيف ما تلاحظوا بسيط هذا العصير، لا دومت عليه الاخت ولا الاخ فاكيد في ظرف واحد كما كنقولوا شهر ابارتير من دي جور، يعني ابارتير من 10 ايام، ابتداء من 10 ايام غتلاحظوا واحد التحسن كبير بعدا في الجهاز الهضمي ديالها، الامتصاص غادي يكون جيد. مشروب طاقي غيعطيها طاقه لطول النهار، سيرتو تناولناه في السحور كذلك الفطور، بالاضافه لهذه الفيبر ففيه مجموعه كبيره ديال المعادن. نديروه في الماكينه ديالنا وطبيعه الحال كيف ما قلنا نقيوه مزيان ونرقدوه في الماء باش نحيدوا منه دوك الاضرار. من بعد نطحنوا كيف ما كتشاهدوا المشاهدين، غرام في الحليب ديالنا تقريبا في اقل من جوج دقائق وجدنا. الان كتجي المرحله الثانيه اللي هي التصفيه، يمكن لك تستعملوا اي صفايه عاديه ولا كما كنقولوا البوسوار ولا الصفايه العاديه، يمكن لك تضيف عليه الفواكه الجافه. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الحليب ديالنا كيجي رائع رائع رائع. بغيت تخليه بحالكم مزيان، بغيت تصفيه غيكون احسن. فهذه هي الطريقه المثلى ولا الاوبتيمال باش تناول بها حبز العزيز ولا السوشي، بواحد الطريقه اللي تضمن لك كيف ما كنقولوا انك تستفد من القيمه الغذائيه ديالو بشكل كبير. ما تنساوش المشاهدين الكرام على زر الإعجاب، زر المشاركة لتعم الفائدة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.